وللحديث عن استمرار أزمة تشكيل الحكومة في لبنان ورفض الحريري التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون، معنا من بيروت مصطفى عويك رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية. أهلا بك معنا سيد مصطفى. أهلا بكم. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري لرفض تشكيلة عون؟ نعم يا سيدي، هو في الأساس التركيبة الكيميائية إذا صح القول ما بين رئيس الجمهورية وما بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم تعد قائمة بفعل سقوط التسوية الرئاسية التي أنتجت عون رئيسا للجمهورية اللبنانية والحريري رئيسا للحكومة، وذلك كان بفعل حدث ثورة 17 تشرين في العام 2019. منذ ذلك الوقت لم تعد الأمور قائمة على الشكل الذي كانت عليه ما بين رئيس الجمهورية وما يمثل من تيار وطني حر يترأسه صهره جبران باسيل وما بين رئيس الحكومة، حيث اعتبر حينها جبران باسيل بأن سعد الحريري طعنه في الظهر عندما استقال استجابة لنداء الشارع. منذ ذلك الوقت وبدأت الخلافات بين الطرفين تكبر، وبدأ الحديث عن صراع حول الصلاحيات الرئاسية والنصوص الدستورية وعملية تفسيرها، وكان أصلا واضحا في أكثر من مكان وفي أكثر من نقطة تعبير رئيس الجمهورية وحتى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنهم لا يريدون سعد الحريري رئيسا للحكومة، حتى بعد أن كلف سعد الحريري بأكثرية نيابية قال الرئيس عون بأنه لا يريد أن يتعاون مع الحريري ولا يريد أن يشكل معه حكومة. بطبيعة الحال عون هنا يستند إلى دعم حليفه الأساسي حزب الله المسلح والمدجج بالسلاح، وكذلك الأمر يستند إلى شاب عصب مسيحي يعتبر بأن الحريري يريد أن يصادر صلاحيات رئاسة الحكومة المسيحية، لذلك يدغدغ شعور المسيحيين أو بعض المسيحيين في هذا الأمر، لكن الأمور لم تعد تنطلي لا على المسيحيين ولا على اللبنانيين، خاصة بعد أن صدرت بكركي بما تمثل من رمزية مسيحية في لبنان وفي الشرق الأوسط، وصار خطابها السياسي واضحا بأنها ضد طروحات رئيس الجمهورية، مع أنها ترفض أن يقال يجب إسقاط رئيس الجمهورية. بالتالي فإن الزيارات المكوكية التي كان يخرج إليها الرئيس الحريري أو يزور عبرها رئيس الجمهورية وبلغت باليوم 18 زيارة، كانت عبارة عن مضيعة للوقت لأنها كانت خارج السياق إطلاقا، فلا أصلا حزب الله يريد حكومة الآن ولا تيار الوطني الحر يريد حكومة قبل أن يعزز التحالف مع حزب الله أكثر، وقبل أن يشترط على حزب الله أن يكون جبران باسيل رئيسا قادما للجمهورية اللبنانية مكان عمه ميشيل عون. وبالتالي أصبحت الأمور الوزارية ومسألة حكومة تكنوسياسية أم حكومة اختصاصيين أصبحت تفصيلا صغيرا، على اعتبار أصلا بأن المبادرة الفرنسية كانت واضحة وأن الكل اتفق على أن تكون التشكيلة هي من ضمن سقف المبادرة الفرنسية القائمة على حكومة مهمة من اختصاصيين لا وجود للأحزاب فيها ولا وجود للصوص المعطل، بينما الرئيس عون يريد يعني يضع حجة. طيب هذا نعم سيد عويك، نعم هذا يعني يبدو ليس مفاجئا للحريري، كان من المتوقع أو كان يتوقع الحريري بأن الطرف الآخر لن يقبل بحكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب السياسية، وأن هذا الطرف أيضا يعني سيسعى لضمان الثلث المعطل. السؤال هنا، ما الذي دعا الحريري لقبول هذه المهمة؟ هو بداية قال عندما أعلن ترشيحه قال بأنه سيتجرع السم، لأنه لم يعد مقبولا أن يبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه، وبالتالي لابد من أن يتصدى أحدهم لمهام المسؤولية، وهو أيضا يعني جاء حين ذلك بتفاهم أمريكي فرنسي إلى حد ما، ليس إلى حد كبير ولكن إلى حد ما، وجاء إذا صح القول بنوع من غض الطرف العربي، وهو أصلا قام بجولات عربية وجولات أجنبية
تمهيدا لتأمين الدعم للبنان. ولكن ما وكانت الأمور في مرحلتها الأولى، يعني نتحدث هنا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في مرحلتها الأولى كانت الأمور جيدة إلى حد ما، وكانت الأمور متجهة نحو تشكيل حكومة في لبنان. ولكن المماطلة والتسويف الذي مارسه رئيس الجمهورية تحت حجة الصوص المعطل أدى ما إلى ما أدى إليه. ولكن ما جرى في هذا الأسبوع، في الأسبوع الماضي، من تطورات سياسية في لبنان كانت بمثابة الانقلاب العلني أعلنه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، عندما قال بأنه لا نريد حكومة لا تتحمل المسؤولية، نريد حكومة سماها أكتاف سياسية، ونريد حكومة تكنوسياسية، بمعنى أنه نسف المبادرة الفرنسية التي نصت على حكومة اختصاصيين، وهو كان حاضرا ممثلا بمحمد رعد رئيس الكتلة في الاجتماع قصر الصنوبر الذي ضمه إلى الكتل الأخرى مع ماكرون، ووافق على حكومة اختصاصيين. ولكن يبدو أن معطيات أخرى تجمعت لدى حزب الله، خاصة بعد عودته من زيارة موسكو، فصار يتصلب في موقفه الداخلي أكثر، على اعتبار أنه منذ أسبوعين كان موقفه كمن يمسك العصا من المنتصف، أما اليوم فأصبح واضحا أنه إلى جانب رأي وإلى جانب طرح رئيس الجمهورية والتيار الوطني والوطن الحر. وهذا ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى رفع الصوت عاليا وإلى القول بأنه ليس هكذا تدار الأمور، وسماها بالصالونات السياسية بأن الحزب يمارس انقلابا على الاتفاقيات التي كانت توفق عليها. نعم. من قبل. سيد عويك، وبأن الأمور هل حزب الله نعم هل حزب الله يحاول يعني كسب المزيد من الوقت؟ لربما هناك وعود، أو لربما هناك شيء ما يعول عليه هذا الحزب، أو لربما أيضا يعني تتبين المواقف الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. صحيح، يبدو أن الحزب، وخاصة بعد عودته من روسيا وما سرب من اللقاء بأن معطيات جديدة تتشكل بالمنطقة، وأنه عليه أن يكون أو عليه أن يقصر من دوره الذي كان يلعبه، يبدو أنه وصل إلى قناعة بأن هذه الحكومة في لبنان لا يجب أن نضحي بورقتها، يجب أن تبقى هذه الورقة ورقة أساسية بيد ملال إيران، بيد طهران، حتى يستثمرها في ملف المفاوضات الإيراني الأمريكي، هي وأيضا ملفات أخرى مرتبطة بعملية ترسيم الحدود مع الكيان الإسرائيلي. وبالتالي هذه ملفات يمكنه من خلالها أن يجعل لإيران موقفا أكبر، موقفا أمتن في المفاوضات. فلماذا يضحي بها هكذا دون أي مقابل، بمعنى أنه لا يقرشها في السياسة؟ هو يريد طبعا تقريشها في السياسة، ولكن ليس لمصلحة لبنان بطبيعة الحال، وإنما لمصلحة المشغل الرئيسي له في المنطقة، أي طهران. فباعتقادي بأن التصعيد الذي أعلن عنه أو عبر عنه السيد نصر الله، وهناك أصلا هو أرسل رسائل كثيرة في الداخل اللبناني، هدد قائد الجيش، هدد حاكم مصرف لبنان، وهدد الثوار الذين يقطعون الطرقات، وقال بأن هناك من يتحضر للحرب الأهلية، بمعنى أنه أوجد جوا من السوداوية في الداخل اللبناني. بطبيعة الحال لن هذه الأجواء لن تنتج حكومة على الإطلاق. شكرا. وهو في الأصل ربطها بالملف النووي. بالتالي لا حكومة في لبنان دون أن يكون هناك تقاربا إيرانيا أمريكيا، وأيضا بطبيعة الحال أن يكون هناك حضور عربي في هذا الملف، لأنه دون الحضور العربي أيضا لن تكون هناك حكومة فاعلة وحكومة قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمة التي يتخبط فيها. مصطفى عويك، رئيس تحرير صحيفة لبنان عربية الإلكترونية، كنت ضيفنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.